من أكثر الأشياء الحلوة بالتنفيذ كانت الشرار. طبعا لو ترجمنا الشعر لأي لغة ما رح يبقى منه حرفيا غير الآه، ومنها انطلقت الموسيقى. ينشغلوا كلهم مع بعضهم بالمرحلة الأولى، بس بسادس مرحلة رح ينزلوا كلهم مع بعض، فبدنا نخطط سلف إنه نحن بسابع مرحلة بدنا ننزلوا مع بعض، فلازم يكونوا من هلأ مرسومين بينسجموا. رأيك بالجو؟ أزي ينشغل عليه؟ فضيل سيف لآخر قطعة بيصير. الله رفيق. شو هو؟ تعرف عليها؟ مسأل مش طبع. لا أنا أعلمت لك من قبل. طبعا هذا الدم هو دم فاسد. هالمرحلة كانت اظهار الدم الدم. هو عبارة عن تراب الذهب ليكون مقابل للون المفلوت وصوت الفلوت أو الأمل والخروج. هو لون بيوعد لمعانا السعادة.
نركب له الإضاءة المناسبة له. تم التوقيع على القسم التشكيلي من العمل اللي هو نحت وتلوين ورسم. أما باقي العمل بعيد عن التشكيل بس فكان لساته قيد الإنجاز. انا اتفاجأت كثير انه انت مخطط لكل شيء من قبل سنتين. يعني احنا اول مرحلة صورناها كان اول مرحلة بلشنا فيها بالفيلم كانت قبل 3 سنين. واضح انه مخطط لكل شيء حتى للقطات اللي عم نصورها هلا كان مخطط لها قبل 3 سنين. احنا كلامك هون بالتقديم فهذا شيء كتير فاجعني. ما كنت متوقع انه تكون محضر لكل شيء. كمان في شغلة كتير حلوة عملناها بالمونتاج. حاولنا نعطي جو انه احنا عنا اكثر من كاميرا عم نصور. وهو فعليا ما في غير كاميرا واحدة. لانه بالاصل الخام تبعنا اللي مصور بيطلع شيء 4 ساعات أو 5 ساعات. احنا اخترنا منهم 2.5 ساعات. فقدرنا بالمونتاج على الكمبيوتر نقدر نعطي ايحاء انه اكثر من كاميرا عم تصور. وهذا الشيء ما ببين الا اثناء عرض الفيلم. وبعد ما شفنا الانجاز خلونا نشوف النتيجة بالفنون 7.